السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ ان شاء الله هنعمل وجبة النهاردة دايت كويسة جدا للغدا وممكن تنفع للفطار. انا عاملاها النهاردة للغدا سهلة جدا وسريعة. نقول كده مع بعض المكونات. معانا هنا زيتون اسود متقطع، ومعانا هنا فلفل احمر، ومعانا فلفل اصفر، ومعانا طماطم متقطعة صغير، وفلفل اخضر متقطع صغير، وبصل اخضر متقطع صغير. الوصفة دي مش هتنفع فيها البصل العادي، لازم يبقى فيها بصل اخضر. ومعانا هنا بيض، ومعانا سمنة بلدي قتيلو او رجمان او العسوي، اي حاجة من التلات انواع اللي انا كنت عملت عنهم ريفيو قبل كده في القناة، وملح وكمون وفلفل اسود وتوابل الزعتر اللي جبناها من كارفور. وعندنا هنا خلنجان بودر. هنا برضو معانا هنا السجق التركي، ده موجود معانا في بيم، موجود سعره كويس. فهنبتدي كده نفتحه ونقطعه ونشوف هنعمل ايه. هنفتح كده السجق بتاعنا، هو ده كده بيبقى شكله. هشطفه بالمية وابتدي اقطعه قطع صغيرة وارجع اكمل معاكم الوصفة. كده انا غسلت السجق بتاعي، هبتدي اشيل الجلدة اللي هي عليه دي، بتبقى بالشكل ده كده. هبتدي اخلع الجلدة دي كده كلها، هي بتتخلع بمنتهى السهولة اهو. ده سجق تركي، في منه نوع تاني اللي هو الرومي. طبعا احنا يعني هو نسبة الدهون فيه قليلة، ده يعني ابسط سجق ممكن تلاقيه في الشغل في السوق، اسفل مفيهوش دهون. هو السجق دوت، هبتدي بقى اقطعه كده. طعمه مميز قوي السجق ده، وهيدي نكهة كويسة للبيض مع الخضروات. هتبقى وجبة متكاملة غنية، هتعجبكم قوي اهو. الطاسه بتاعتي، الصينيه بتاعتي، ودهنت بفرشه كده سيليكون السمنه البلدي قتيلو اللي احنا قلنا عليها، دهنه بسيطه خالص وما نستخدمش لا زيت ذره ولا زيت عباد، لان في الرجيم مصرح لينا بالسمنه البلدي وزيت الزيتون فقط. خلاص كده انا دهنته، هبتدي انزل عليه بالسجق اهو، اهو انزل عليه بيه كله كده. اي تقطيعه بقى انت حباها، حابه تقطعي اصغر من كده مفيش مشكله، انا ما عنديش خلق الصراحه. وابتدي ادي للسجق تشويحه لوحده. جميل جدا. ممكن بقى نشرب مشروب حلو قوي قوي مع في الغدا دوت، يعني لو هنعمله وجبه غدا، في اللي هو باكيتات الشاي بتاعت احمد تي، الشاي الاخضر بالرمان، حلو جدا، هيشجعك انك تشربي شاي اخضر في الرجيم لو انت مش بتحبيه يعني وملكيش تقل عليه اهو. هنفضل نقلب فيه كده لحد ما ياخد التشويحه بتاعته. السجق بتاعي خد التشويحه الحلوه الجميله دي وريحته طلعت، اهم حاجه ريحته تطلع وتبقى زي الفل. هبتدي امسك الخضار بتاعي بقى، هنزل اول حاجه بالفلفل الالوان اهو، مش شرط اخد كل الكميه يعني، حسب تقييمك انت اللي ايه للكميه المحطوطه. انا ممكن بقيه الكميه احتفظ بيها في علبه بلاستيك في الفريزر واستخدمها في وجبه ثانيه، ده كويس جدا كده الكمية دي، وخاصة ان انا هحط لسه فلفل، وادي البصل، طبعا هاخد البصل كله، بحب البصل الاخضر بس مش عارفة ليه اليومين دول ليه ريحة كده غريبة، مش البصل المعتاد يعني الواحد بيجيبه، مش عارفة يمكن عشان لسه اول الزرعة فممكن انا حاسة كده. تمام، هبتدي اقلب بقى الخضروات كلها مع السجق. ممكن تستخدمي السجق البلدي بس تجيبيه من عند جزار نظيف انت بتتعاملي معاه، وتسلقيه سلقه محترمه وتشطفيه كتير كتير كتير، وبعد كده تقومي شايله اللي هي جلده الممبار منه، تفضيه يعني منه، وتاخدي اللحم بس كده تفتفتيه، برده هيبقى كويس وهيبقى يعني السعرات فيه قليله. هبتدي نقلب بقى الخضار ده كده كله. انا مش عايزه ادبل الخضار، يعني انا مش عايزاه يدبل، انا عايزاه ياخد تشويحه بسيطه بس كده صغننه وخلاص. خلاص اهو هقلب، حلو قوي كده. تمام، هنزل عليه بالطماطم بقى اهي، الطماطميه اهي، ما تكتروش بس الطماطم عشان الحر اهو.
وعشان لو اتبقى منه حاجه واتحطت في الثلاجه ما تبص قوي بسبب الطماطم اهو هبتدي اشوح. الريحه طبعا الخضروات كلها طلعت. ممكن تحطي جزر مبشور مفيش مشكله، ممكن تحطي كرفسه فرنجي، بس خلي بالك ان الجزر فيه نسبه سكر وهيعلي معانا الانسولين، وبالتالي مش هيبقى مستحب قوي. يعني حاولي تقللي بكتير قوي في اكلك البصل الاحمر، البصل الابيض، الجزر، الثلاث حاجات دول تحاولي تقلليهم بقدر الامكان، علشان هما فيهم نسبه سكر وهيرفعوا معانا الانسولين وبالتالي هيقللوا الحرق. اهو اديني اهو بقلب تمام. انا ما عايزه اتاكد بس ان السجق بدا ياخد من كل الاكل، من كل الخضروات. اوطي النار شويه كده، السجق اتشوح مع الخضار بتاعي وبقى زي الفل. جبت هنا طبق حطيت فيه البيض بتاعي مع الكمون والفلفل والخلجان البودر والزعتر الشامي وملح وفلفل، وقلبته كده ربيته تمام. اهو بالمنظر ده هبتدي بقى اعمل ايه هنا، هبتدي اوزع كده بقى الخليط، هقلبه كده تقليبه اخيره، اعلي عليه النار اهو، هقلبه تقليبه اخيره قبل ما ادخله الفرن واحطه على الشوايه من فوق. طبعا ما ينفعش نستخدم لبن ولا نستخدم بسم الله الرحمن الرحيم دي حبه كامله بحيث ان احنا نربط الخليط ويبقى عجه او يبقى بيتزا. هي ممكن بس الفكره اللي تتضاف في الوصفه دي ان احنا نعمله في قوالب الكب كيك، ندهنها زبده او سمنه ونحط الورق، طبعا زبده بلدي او سمنه بلدي، ونحط الورق بتاع الكب كيك ونعمله في كب كيك كده، هيبقى برده كويس كل واحد ياخد له اثنين او ثلاثه كفايه قوي عليه اهو تمام. هبتدي بقى كده افرد الخليط بتاعي انسقه كده، عشان انا ان شاء الله ان شاء الله ناويه اعمله قرص واقطعه زي كانه بيت اهو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده انا بوزعه اهو. بس خلاص هبتدي انزل بقى عليه بالخليط. نوطي النار ونبتدي نوزع الخليط كده. انا شايفه ان اسلم حل ان انا امسك الفوطه واميلها كده شويه اهي، علشان البيض يختلط بكل المكونات ويبقى عامل الربط عندنا اهو. هبتدي بقى اخر خطوه خالص، ابتدي اجي هنا على الوش كده وارش شويه زيتون اهي. دي كده البيتزا الدايت بتاعتنا من غير دقيق، من غير زر، من غير جبنه، من غير لبن، من غير حاجات كتير تمام. الف هنا يا رب على اللي هيجربها تمام. ابتدي بس ايه اثبت كده الزيتون ماشي. ممكن تحطي جبنه شيدر، بس لو حطيتي هتحطي 50 جرام مش اكتر من كده، او 30 جرام كفايه قوي عشان طبعا نسبه الدهون فيها عاليه. هسيبها على العين كده زي ما هي وبعدين اما احس كده ان هي بدات تنطر كده من الجوانب هبتدي ادخلها على الشوايه من فوق. طلعنا البيتزا بتاعتنا من الفرن او العجه او الوجبه الدايت بتاعتنا، خلاص ده كده بيبقى شكلها حلو جدا وجميل. هنبتدي بقى ممكن تسيبيها زي ما انت عايزه كده في الصينيه وتقطعيها زي البيتزا مفيش مشكله، بس بسكينه خشب او قطعت البيتزا الخشب، بس هي للاسف مش عندي فانا هضطر ان انا اطلعها بره الصينيه. بتعرفي ان هي استوت لما بتلاقيها نطرت كده من الجناب اهي، خلاص هي نطرت اهي، مش محتاجه ان انت تطلعيها او تخليها تسيب من الجوانب، هي خلاص سابت الصينيه. هنقلبها ونقطعها بقى زي تقطيعه البيتزا بالظبط. احنا قلبناها على الناحيه الثانيه، ده كده منظرها من تحت. عايزه ترجعيها تاني على الوش بتاعها مفيش مشكله، هي وجبه مغذيه ومفيده ووجبه متكامله. ممكن لو حبيت تضيفي عليها جبنه قريش مفيش مشكله او لبنه مفيش مشكله، بس انا شايفه ان كده تمام قوي. مش هنحتاج اي حاجه معاها غير كوبايه شاي اخضر زي ما قلت لكم بالرمان اللي هي بتاعت احمد تي. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، لو عجبتكم شجعوني عشان انزل لكم مزيد من وصفات الدايت وخاصه لنا
ماشيين على نظام اللو كارب، عشان انا ماشية عليه ان شاء الله ربنا يثبتني عليه. هنشجع بعض ونساعد بعض بحيث ان احنا ننزل سوا. يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.